بالنسبه للمتوفي خالي. اي والله البارحه مدقنينه بالمستشفى من احترق يعني الولد قوه طلعوه انتكس بالبيت، رجع اليوم توفى ما وصل المستشفى، وديناه للطب العدلي يقول لي اذا اشرحه له حقوق، اذا ما اشرحه ما له حقوق. هيش الحاله. اي والله هاي هسه والله العظيم. وهذا ابنه، هذا ابنه، هذا ابنه. انا موجود وياه، سولف وياي انا. عظم الله اجورك واجوركم، بقيه بحياتك، حياتك الباقيه. الله يساعدك على المصاب. حق الحسين وحق الحسين يسولف وياي ويضحك وقاعد بنصنا، شلون انا اسولف وياك؟ احترقت هاي، تخربطت الامور كلها عندنا، دخان واختنقنا واحنا غاد بالاخير. اها انت شاهد على الحادث. انا صاحي قوه طلعت. كيف المريض؟ هسه اروح له يقول لي اما اشرح عنه اعطيك شهاده وفاه. ما اشرح تاخذ شهاده وفاه هيك وتمشي عاديه. بس هي كل من بكيفه عمي. هاي ازمه بويا، الناس احترقت، ماكو هذا الحكي، ما مديون. الازمه بس عندنا مو عندهم. الله يساعدكم، الله يساعدكم.